السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزء سادس من البرامج المجانية اللي انت تقدر تشتغل بيها في مجال الاستشارات ومجال المقاولات. عندنا برنامج اسمه حلو جسم. جسم عبارة عن جي اوبن ستريت ماب، ده بيساعدك في رسم الخرائط. هو برنامج مجاني اوبن سورس، مش هتدفع اي فلوس عليه. تقدر ان انت تحمله وتقدر ان انت تشتغل بيه وترسم المباني في المنطقة اللي انت عايزها، وليه بلاجنز كتيرة وليه بريسبت كتيرة، وتقدر ان انت تحمل كل اللي انت عايزه مجاني. فده من ضمن التطبيقات اللي مشروحه بالتفصيل على بيم اريبيا اكتر من مره. طيب بعد كده هنلاقي برنامج وموقع اسمه كلاود كمبيوتر. ده عباره ان انت تقدر تشوف ملفات ال 3 دي بوينت كلاود او مش بروستنج، تقدر ان انت تفتحها وتقدر ان انت تشوفها وتقدر ان انت تعمل بعض المحاكاه عليها بسهوله. البرنامج او الموقع مجاني، تقدر ان انت تشتغل عليه، تحمل البرنامج وتشتغل بيه بدون اي مشاكل خالص. فلو عندك اي 3 دي بوينت كلاود تقدر تشتغل معاك بشكل سهل جدا وبسيط. ده برنامج بديل عن الفيري، تقدر تعمل بيه رندر على برنامج البلندر، ومش هتدفع فلوس لا في البلندر ولا في المحرك بتاع الرندر. الاثنين مجانيين، تقدر انت تحملهم بدون اي مشاكل وبدون اي مصاريف. ده برضو تقدر تعمل بيه رندر بشكل حلو، وهتلاقي التوتوريال والدوكومنتس والتحميل والكود، كل اللي انت عايزه موجود مجاني، تقدر تشتغل عليه بدون اي مشاكل خالص. برضو ده برنامج اوبن سورس خاص بموضوع الرندر. هنلاقي هنا حاجة اسمها ODS Studio، تقدر تعمل بيه محاكاة مرتبطة بالانرجي بلس. تقدر تعمل محاكاة حركة الرياح في تونل مثلا في اي مكان، تقدر تعمل محاكاة للانارة وللضوء بشكل سهل جدا وبسيط. للرياح لو عندك منطقة اربن تقدر تعمل المحاكاة ليها. ده برنامج بقى بيعمل رندر للصور، يعني اي حاجة عندك تقدر تعمل لها صور كتيرة، ويقدر يعمل لها فوتو جرامتريك كمبيوتر فيجن فريمورك، ويقدر يعمل لك الموديل 3 دي بالشكل دوت. اي مكان تقدر تصوره من جميع الجوانب وبعد كده تحصل عليه 3 دي، ويقدر هو يتعامل مع النقاط بشكل دوت. اوبن ستوديو يمكن احنا اتكلمنا عنه سريعا كده في بعض الحاجات، لكن هو من البرامج المهمه جدا في موضوع الاستدامه، وتقدر تستخدمه كبلاجن جوه السكتش اب او برامج تانية كتير تقدر انت تحمله مجاني وتشتغل بيه بشكل سهل جدا لعمل المحاكاة والاستدامة. في برنامج اسمه شير اكس، تقدر تلقط اي صورة تاخد سكرين شوت وتقدر ان انت تشاركها وتقدر ان انت تعدل فيها، كل ده مجاني. ممكن تاخد لقطة فول سكرين، ممكن تاخد الاكتف ويندو، في شوية امكانيات حلوة. وبعد كده تقدر ان انت تطبعها، تقدر ان انت تنسخها للكليب بورد او تفتحها لاي برنامج اخر او تقرا الكلام الموجود فيها. بلندر جي اس، لو انت عندك برنامج البلندر لكن انت بتشغل جي اس، تقدر ان انت تخلي البلندر يشغل جي اس، تقدر ان انت تحمل ادنس تخلي الجي اس جزء من البلندر او ضمن المشروع بتاعك بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي. فدي من التولز القويه، عشان كده بقول لكم نتعلم مع بعض كده البلندر والفري وورك. هو مشروحين الفري كاد والبلندر الاثنين مشروحين عندي في القناه، واحده واحده كده هتلاقي في تولز كتيره جدا بتقدر انت تستخدمها. عندنا فاير موديل، العمل السيميليتور للفاير دايناميك سيميليتور والسموك فيو.